نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى عدد يتجدد بصحبتكم من تواصل دوت كوم. وقبل التفاصيل نلقي معا نظرة على أبرز العناوين لهذا العدد. البداية من غرب بغداد، حيث حي الخلفاء في الحبانية الذي يعاني أهلها بسبب طفح المياه في شوارع رئيسة فيها. بعد ذلك نتوقف عند موضوع فيروس الحمى النزفية التي أصيب مؤخرا فيها بعض المواطنين والنشطاء يتحدثون عن لزوم التوعية والعلاج. ومن ثم نذهب إياكم إلى قضية مختطفي طريق بغداد كركوك، والعبادي يلمح إلى فبركة أطراف سياسية لهذه القضية. أما الختام فسيكون مع تهريب النفط العراقي إلى إيران وما يجره من كوارث على الاقتصاد في العراق. أهلا بكم. البداية مع معاناة أهالي حي الخلفاء في الحبانية بسبب طفح المياه في شوارع رئيسة هناك، نتابع معا الآن. طبعا كل هذا الشغل زين دا يسوون رصيف بعد ما بلطوا خربوا الشوارع وسدوا المجاري، مجاري تسدت والمجاري مي خزانات، مياه ثقيله يكرم اسم الله زين، مياه ثقيله زين. وعم روح 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 حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا دعوات عديدة صدرت من نشطاء لمواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وتويتر، طلبوا فيها العديد من المسؤولين للوقوف عند مسؤولياتهم فيما يتعلق بهذا الموضوع في هذه المنطقة وغيرها، ولكن للأسف لا أحد يستجيب. مياه تغمر مساحات من مستشفى الفيحاء وتواصل الإهمال الحكومي بحق هذا المستشفى، نتابع معا. فحال مستشفى الفيحاء، مستشفى العسكري سابقا، يعني شوف الماء حسبالك ما ترى الدنيا الوضعية تعبانة. ومن المشكلات البيئية إلى المشكلات الصحية التي يعانيها العديد من المواطنين، مؤخرا سجلت عدد من الحالات لإصابات بفيروس الحمى النزفية. البداية مع مسؤول في صحة الديوانية يتحدث عن أعراض هذا الفيروس، نتابع ومن ثم لنا عودة وتعليق. حقيقة احنا ما نريد نهول الأمور، أن بعض الوسائل الصحية والتقنية للناس، أول شيء بالنسبة لتداول اللحوم بالأسواق وهاي، احنا طبعا المفروض كل الذبح حصرا يصير بالمجزرة ويمنع منعا باتا الجزر العشوائي. ثانيا يمنع منعا باتا الراعي العشوائي داخل المدينة. ثالثا كيفية التعامل مع اللحوم، الفيروس ضعيف جدا، يعني اللحم إذا ورا الذبح ساعة بس مجرد يعني يتعلق الفيروس ينحل. هاي المرحلة يعني تناول اللحوم بعد هاي الفترة ما بيشتغل، فمجاميع القطار هم الجزارين اللي يتعاملون مع اللحوم وهي بعد مثل ما يقولون حارة. هاي المرحلة ساعة ساعتين هي خطرة، خليهم ارتداء الكفوف والكمامات في حالة ذبح أي حيوان داخل المزرعة. بالنسبة لربات البيوت راح تتعامل مع اللحم بطريقة عادية جدا، ماكو أي فرق خطورة من انتقال المرض، لأن ماكو غير بين الطرق اللي ذكرناها سابقا بالمرض. أيضا قضية النظافة الشخصية، قضية المناطق الريفية، ارتداء الأحذية،
الواقيه والملابس البيضاء حتى تخاف يصير هاي القرادة على الملابس تبين. ايضا الاخبار الفوري ومراجعه اقرب مؤسسه صحيه حاله الاصابه بالحمى. احنا كاجراءات وقائيه جد عده اجراءات اخذناها قسم الصحه العامه، اول شيء الابلاغ الفوري، التعرف الجغرافي، التحري الوبائي، اخذ نماذج الدم، عمل تحليل وبائي للحالات، وايضا بقيه الامور الطبيه من التعامل ويا المريض ويا الملامسين. ايضا هناك رصد وبائي فعال للمنطقه لمده 14 يوم من تاريخ الاصابه للتحري عن المحمولين. رسائل عديدة طبعا أطلقها شباب عراقي من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوها إلى مسؤولين من أجل الوقوف على هذه الحالة حتى لا تتحول إلى أوبئة تنتشر في مختلف المحافظات العراقية. نشطاء عبر عدد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي محذرين من فيروس الحمى النزفية. نتابع معا. الموضوع جاي يصير بمجاملات، حتى مجاملات سياسية وصلت حد البارحة بالليل. فالبارحة بالليل جابوا حالة قدامي بعيني شفتها، مو واحد سبب ياها. ورا شوية يقولون لا ماكو شيء مشاجرة، يردون مكتب محافظ بالباب تلاقون مكتب محافظ يقول لا ماكو شيء مشاجرة، وطلع راح تطلع البنية. وطبعا بالمناسبة لا يزال البنية داخل قسم الحميات، واخذوا منعته عينه ودوه لبغداد. يعني مستشفى الطوارئ شاكين بها نسبة 20% 25%، لأن بيعتها نزف. هم يقدرون على الموضوع بس ما يقدرون كيفهم الا يذكرون على التقرير الطبي مال بغداد. والحالة اللي جابوها قبل شوية شاب هم من نفس الحالة، عنده نزف بسيط هم قبل حولوا على قسم الحميات. إذن هي قضية شغلت العديد من العراقيين من خلال خروجهم عبر تحذيرات في مقاطع مباشرة عبر فيسبوك، والكثير تفاعل بالتعليق على هذا الموضوع وأرسل العديد من الرسائل كي يحاول أن يقدم ما عليه من أجل الإحاطة بهذا الوباء كي لا يتفشى في مختلف المحافظات. نشطاء آخرون قالوا إن هناك جهات تتستر على حالات جديدة مصابة بالحمى النزفية في الديوانية. نتابع معا. بس أنا أطلب من كل الإعلاميين الموجودين بالديوانية، من كل يعني من دائرة الصحة الموجودة بالديوانية، ليش خليتوا هاي القضية سكتة من بعد وفاة ثالث مواطن بالديوانية؟ ليش تجاملونا مثلا ساكتين عن القضية؟ شنو سببها؟ تخوفون من مثل العشائر مثلا؟ أنا أعتذر من كل الرد على التعليقات، بعد عمره وكلكم على رأس القضية. أنه الإصابة بهذا لا سامح الله، وإن شاء الله ما تصير الإصابة، بس ما تصير يمتى، ما تصير من تهتم أنت ومن اهتم آلك إعلام وصحفي وكل الإعلام يتوجه لها القضية هاي. إذن فقضية الحمى النزفية شغلت العديد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، حتى أن بعضهم سجل مقاطع مصورة ونشرها عبر مختلف هذه الوسائل حتى يوعي الجمهور العراقي ويحذر من تفشي مثل هذا المرض. إلى موضوع آخر، ناشطون يزورون عائلات مختطفين في كربلاء وينفون الإفراج عنهم حتى اللحظة. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الآن متواجد في دار أحد العوائل اللي تعرضوا أبنائهم للخطف. لا توجد لحد الآن معلومة حقيقية ودقيقة بإطلاق سراح أو تحرير المختطفين. ما يجري الآن في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر هو تميع لقضية المختطفين. للأسف لا يوجد أي اتصال من يعني المختطفين مع ذويهم. يعني صاحب اتصل بكم؟ ما اتصل بنا. عندكم معلومة دقيقة؟ ما أي معلومة، ماكو أي شيء. زين، اللي مختطفين بكربلاء يعني اي اتصال؟ ماكو اي شيء. اي اتصال؟ اي اتصال ما تعرفون احد؟ مجرد بث مباشر؟ بث مباشر على القنوات وقف. اتصلتوا اتصلوا بكم ضباط شيء؟ لا، اتصلنا بعده جهات قال ماكو شيء. طبعا شكرا جزيلا. طبعا عدد من عوائل المختطفين اكدت عدم اهتمام الحكومة الحالية بمصير ابنائها. نتابع جانبا من حديثهم الان. السلام عليكم. طبعا بخصوص المخطوفين ابناء كربلاء الثلاث،
اليوم مهلة تنظيم داعش انتهت للذوي المخطوفين أو الرهائن. بالمقابل حكومة محركة ساكن لحد الآن حكومة حيدر العبادي وحكومة كربلاء وعدت وقالت وتوعدت محركة ساكن أي شيء. وأنا راح أخلي أخ أحد الأسرة لدى داعش يتحدث. محمود تعال أبو محمود. بس تعال أبو محمود. أبو محمود المهلة انتهت. مهلة اليوم ثنين. مهلة انتهت. 72 ساعة انتهت. يا العبادي يا الحكومة المركزية والمحلية. شنو شغلكم؟ شنو عملكم؟ شنو اللي قدمتوه للعراق والشعب الكربلائي؟ المخطوفين ليش ما تجيبوهم؟ عندكم انتم دولة تقدرون تساومون، تقدرون تتفقون، عندكم عملاء، عندكم ناسكم، عندكم امريكا، ذولا اولاد كربلاء، نادتكم المرجعية، نادتكم العشائر، نادوكم اولاد المخطوفين. لو ما ذولا لو ما ذولا ما يقعدون كراسيهم. لا بالله لو ما ذولا ما تقعدون ولا تصيرون على المناصب، والله تاخذون جنتكم وترحون الله وياكم، مثل ما اجيتوا على الدبابات ترجعون على الدبابات. خلف الله على الشعب لان غشيم الشعب خلوكم. تريد اولاده من عندكم نطالبكم رئيس الوزراء والحكومه المركزيه ومحافظ كربلاء ما لك دور صار. ليش؟ شنو دورك انت رجل اول بمحافظه كربلاء؟ شنو سويت لي؟ اجيتنا وصلتني سالت على اولادنا دقيت الباب علينا لو شفت المظاهره ودرت وجهك. وفي رد فعله على هذه القضية العبادي يلمح لفبركة أطراف سياسية قضية مختطفي طريق بغداد كركوك. دعونا نتابع أبرز ما قاله في مؤتمره الصحفي الذي انعقد مؤخرا. حسب المعلومات اللي عندنا من خلال الأجهزة الاستخبارية مجموعة إرهابية قامت بالخطف، ولكن هناك معطيات أخرى أيضا تدلل هناك خلط أوراق. شكد حجم خلط هالخلط الأوراق بالمواقف بالوضع الإعلامي؟ شيء أبعد من هذا، أكو شيء بخلط أوراق. الأجهزة الاستخبارية دا تبحث عنه ودا تحلل هذا الموضوع، ما أبحث أكثر من هذا. ندري بعض الجماعات عندها علاقة بجماعات إرهابية لأسباب متعددة ندري، بس الآن دا نحقق مدى ما مستوى هذه العلاقات. هل يتصل إلى مستوى عدوي صديقي؟ إذا البعض يريد الأوضاع بالعراق تفشل أو تتراجع هل يلجأ إلى هذا المستوى يصل؟ لأن هذا الحدث صار تكبير ونوع من بث الإشاعات غير طبيعي. هذا وراء جهة منظمة. أما الجديد في هذا الموضوع أنباء وردت مؤخراً تتحدث عن العثور على مجموعة من الجثث مجهولة الملامح، ومصادر أمنية تتحدث أيضاً عن إجراء تحليل DNA لمعرفة ما إذا كانوا هم المختطفون. لكن لحتى الآن لم يتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها وتفيد بأن المختطفين أصبحوا في عداد القتلى. لكن الثابت الواضح في هذه القضية وكثير من القضايا التي سبقتها أن التقصير الأمني من جانب الحكومة الحالية هو سبب وقوع مثل هذه الأحداث وما يترتب عليها من نتائج يجرع مرارتها المواطنون في مختلف محافظات العراق. إلى الموضوع الأخير في زاوية الأخبار المنتقات وهو عن تهريب النفط العراقي إلى إيران، الأمر الذي يكبد العراق خسائر باهظة. نتابع. منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 تفشت مشكلة تهريب النفط في العراق. معظم النفط يتم تهريبه إلى إيران. أكثر من 7 مليارات دولار خسائر العراق سنوياً بسبب تهريب النفط. أحزاب وميليشيات وعشائر تدير عمليات التهريب في محافظات الوسط والجنوب. 300,000 برميل من نفط البصرة يتم تهريبها يومياً. في صلاح الدين بلغ معدل التهريب من 10 إلى 15,000 برميل من 21 بئراً نفطياً. ميليشيا الحشد تشرف بشكل مباشر على عمليات التهريب. مسؤولون أكدوا ضلوع ميليشيات العصائب وكتائب حزب الله وبدر والخراساني والنجباء بعمليات سرقة النفط من آبار عجيل وعلاس.
مافيات إيرانية تشتري النفط المهرب بسعر 6 دولارات للبرميل الواحد. المراقبون أشاروا إلى وجود تواطؤ حكومي مع المهربين. طريقة استخراج النفط البدائية أضرت الحقول وبددت كميات كبيرة. كميات النفط المهربة تتزايد يومياً. من يوقف نزيف النفط في العراق؟ إلى فقرة آراءكم الآن، وفيها محتجون بقضاء الخالص يقطعون طريق بغداد كركوك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، ويناشدون الحكومة الحالية من أجل إيجاد حل عملي وسريع لأزمتهم التي لم تنتهي حتى اللحظة. نتابع قبل أن نذهب وإياكم إلى التعليقات. عاقبونا بالكهرباء، يعني احنا ما تقول تطلبونا طلب ما نبهاتكم يا عمي. اثنين، الديالة هي ام الكل، وخاصة قضاء الخالص. نطى شهداء، عندنا مرضى، عندنا جهال بالبيوت، بلاتشيا. هسه احنا بالله نمشي ما علينا، مثل ما يقول نشوف هوا نشوف هاد، خما ماي بارد ما نشرب. يعني هاي المرجعية ترضى هيك؟ الإسلام يرضى هيك؟ أمة محمد ترضى هيك؟ تطلبون طلب يا عمي؟ صار لها قبل مقطع الكهرباء، صار لها برمضان انقطعت، شوفونا مو رمضان. خلص جاء العيد نفس الشيء، والنوبة صار لنا ما شايف واحد الظاهر البارحة ينطوها ربع ساعة، وبعدين أمنوا العالم عاد النار. هسه طلعنا على الشارع قبل التليفون يشتغلوا، يعني هاي مبينة عقوبة منك الفهداوي. عدد من المواطنين في مختلف أنحاء العراق عبروا عن حزنهم الشديد وغضبهم في آن واحد تجاه هذه المأساة المستمرة لانقطاع التيار الكهربائي في عديد من الملاحظات. تعالوا وإياكم نقرأ بعض التعليقات وأبرزها. في التعليق الأول كرد على هذا الموضوع، حسين يكتب: هي لو اكو حكومة بيها خير ما كان صار بينا هيك، ولكم من 2003 لليوم لو كل يوم سوي لكم عمود كهرباء هم كان فضت. حسين يقول بشكل ساخر: لو أردتم إصلاح الكهرباء منذ عام 2003 وقمتم يوميا بتجهيز عمود كهرباء واحد فقط لانتهيتم من إصلاح الكهرباء في مختلف محافظات العراق، ولكنكم مقصرون. يوجه كلامه إلى المسؤولين المعنيين في هذا الموضوع. إلى تعليق جديد نذهب وإياكم، وكتبته جل نار تقول: المفروض الشعب كله يطلع يسوي ثورة عليهم كثورة الحسين، لو بس تبكون على الحسين وتلطمون وتاكلون بالجدار مالته وما تطبقون ربع اللي طبقوا الحسين وأصحاب الحسين. كان وما يزال خالد علي على مر العصور، كان وما يزال خالد على مر العصور والأيام، وأنتم أين إنجازاتكم وأين ثوراتكم ضد الظلم والطغيان؟ طبقوا شوية من اللي طبقوا الحسين وأصحابه وصيروا أشراف، مو بس نفخ براسنا وكذب. جولانار تتحدث عن السياسيين الذين يتخذون الدين ستارا ويحاولون من خلال ارتدائهم لعباءة الدين أن يظهروا بمظهر الناسك الزاهد الذي لا يطمع لا لسلطة ولا لجاه ولا لمال، وتقول لهم: لو أنكم تشبهون الحسين رضي الله عنه لما كان حال العراق كما نراه. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي حيدر الجبوري يكتب: وحق ربكم من الصبح إلى وقت هذه المظاهرات، يعني لل 12 مقطوعة، يعني 18 ساعة طافية لما طلعنا مظاهرات، يلا يلا جتي. حيدر الجبوري. حيدر ساخرا أيضا يقول إنه في الوقت الذي قضاه في بيته للأسف لم يشاهد التيار الكهربائي، لكنه خرج في تظاهرة احتجاجاً على تواصل انقطاع التيار الكهربائي، وفي هذا الوقت أخبره أهل بيته أن الكهرباء عادت إلى البيت ساعات قليلة. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي ليلى تكتب: اشبع قطع بسلامة الحكومة. ليلى تخبر المواطن العراقي المعدم الكادح الذي يعاني الأمرين في العراق المليء بالخيرات والتي يستأثر بها بعض من نصبوا أنفسهم على صدر هذا العراق يرزحون فوقه، وتقول: بسبب هؤلاء حالنا ربما لن يتحسن. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم الآن، وكتبه وحيد العبيدي يقول: والله أبطال، لأن صارت بدون ملح بارك الله بيكم.
وحيد يشكر الذين خرجوا بتظاهرة رفضاً لهذا الواقع المأساوي في العراق وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تعالوا نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج عبر موقع تويتر، والبداية مع هذه التغريدة التي كتبتها سوزان، تقول: اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كم من ضحايا من سوء المعاملة والتعذيب ولا من يساندهم، فقط يذكرونهم أو يذكرونهم في اليوم العالمي كرفع عتب. سوزان تتحدث عن هذا اليوم العالمي لضحايا التعذيب وتقول إن التعذيب لا يزال مستمراً. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة التالية أحمد يكتب: كل التضامن مع ضحايا التعذيب في العالم، نتضامن معكم، فالتعذيب جريمة وحقكم لن يضيع. أحمد يرى أن التعذيب جريمة ويرى أن حق كل من عذب لن يضيع وإنه لا يسقط بالتقادم. إلى التغريدة الثالثة وكتبها ميشيل، يقول: فلنطور مجتمعنا بلا مخدرات وبتخلص من التعذيب والعمل على مساندة ضحاياها. يتحدث عن صورة جميلة للمجتمعات كيف يمكن أن تكون عليها، ولكن أين من يطبق؟ إلى التغريدة الأخيرة الآن نذهب وإياكم، وكتبها محمد، يقول: اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، لا تنتظر المساندة من أحد، من الأسهل أن تجد من يعتقد أنك تستحق التعذيب. للأسف هذا واقع حقيقي يحدث في المنطقة العربية وفي مختلف دول العالم، أن هناك من يعذبون وهناك من يعذبون، فلا المعذبون وجدوا من يحاسبهم، ولا المعذبون وجدوا من يرد إليهم حقوقهم المهدورة. الآن نذهب إياكم إلى المقاطع المصورة. المقطع الذي اخترناه لكم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار دونالد ترامب بحظر سفر مواطني عدد من الدول المسلمة. نتابع معا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى ختام حلقة التواصل لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.